See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده وتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم خمس جولات. فيلم من اخراج مازن اشرف وده اول تجربه الاخراجيه في السينما وهو كمان من تاليف محمد عبد المعطي اللي اخرج لنا قبل كده فيلم الفلوس. فيلم من بطوله ادم الشرقاوي وماجد المصري وعايده الايوبي وداليا شوقي ونور النبوي ومصطفى درويش الله يرحمه ولطيفه فهمي، وهو من الافلام بصراحه اللي انا فعليا بجد منتظرها جدا في موسم اجازه الصيف او موسم الافلام بتاعت اجازه الصيف. انا الفيلم ده بجد انا لما اتفرجت على التريلر الاولاني عجبني جدا التريلر الاولاني، وبصراحه تحس ان هو متصور بطريقه كويسه والفيلم تحس ان هو لا متكلف، ولكن مع الاسف الفيلم ده مع موسم اجازه الافلام بتاعت الصيف اللي هتنزل سواء من افلام محمد هنيدي ومحمد رمضان والافلام التانية تحس ان هو هيتظلم قبل ما يتعرض. انا اتفرجت على الاسف على تريلر قبل كده اللي كان نازل من كام شهر ده للفيلم، بعد كده قعد يتاجل كتير وتاجل وتاجل وتاجل. النهارده لسه نازل له الاوفيشال تريلر اللي هو الثاني اوفيشال تريلر 2 بتاع فيلم خمس جولات. طبعا كان انا ما شفتوش ولا مره، اشوفه معاك دلوقتي اول مره. يلا بينا. انت اللي هتخسر يا فارس. اسمع كلام ابوك، ابوك عارف مصلحتك. عمرك ما هتفهم يا ابني. تكسب ازاي؟ اذا كنت انا اللي ممرنك. عايز فلوس، البيت ما فيهوش اكل. بس انت قدها يا صاحبي. انا عايز اعمل حاجه كده شبه اللي جوايا. يا هات مستقبلك في الكمون. انا لازم انزل اشتغل المجال ده بيت يا حنين. يا عم انا قاطع عليك. مش فارقه الانظار. ورانا عبود ده تنظيف يا فارس. من الحلوين جاي منه. او اعمل نفسك مش فاهم. ده انا وبنفسي حد. انا جدع وكويس، مش شبه ابوه. لا اكسب. ما تخفنيش. يلا عيني في عين. وايدك. ما جيتش خلفه ولا مقابل. وبنسلف دلوقتي. ايجا. سبيج اند سترونج. But he has weak points. Are you kidding me? But he was sleeping. قولش نتعاونين دول سبقوك بكتير قوي. ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبار الغني ايه؟ ايه مان؟ ايه؟ اوكي يا جماعه، هو ماجد المصري بصراحه عالمي في الفيلم ده. انا عجبني اكتر واحد عجبني في التريلر هو ماجد المصري، سواء التريلر ده او التريلر اللي انا اتفرجت عليه قبل كده. للاسف ما عملتوش تريلر رياكشن، ما لحقتش. والله يعني انا بجد يعني فعلا دايما على توقعي ان ده اكتر فيلم فعلا بجد انا مستنيه في اجازه افلام موسم الصيف 2023 في الافلام المصريه. ده اكتر فيلم حرفيا انا لما اتفرجت على التريلر الاولاني واتفرجت على التريلر الثاني، ده فعليا بجد انا نسبه ترقبي ليه عاليه جدا، وهي نسبه ترقبي ليه هي 7/10. انا نسيت صح اقول ان فيه كمان ارسينيك ولا ارسين، كمان بنسى بتلخبط دايما في اسمه الرابر، يعني كنت نسيت اقوله في الكاست. لا بجد انا عجبني جدا التريلر، وحاسس ان احنا هنشوف فيلم من نوعيه جديده، يعني فيلم من نوعيه جديده ما اعتقدش ان هي اتعملت قبل كده في مصر. الام ام اي احنا كان اخر حاجه اتعملت بوكسنج كانت حلم العمر بتاع حماده هلال، ده كان بوكسنج يعني، حتى ما كانش ام ام اي يعني. فكرني شويه بالفايبز بتاعت فيلم نيفر باك داون يعني، بس لا مش نفس القصه بالظبط، بس في شويه من الفايبز منه يعني. وعلى فكره كمان الكاست انا متحمس ليه جدا يعني، انا يعني والله العظيم يعني مقارنه بالاعلان اللي احنا لما جينا عملنا تريلر رياكشن لفيلم هنيدي وفيلم اللي هو مرعي البريمو وفيلم بتاع محمد رمضان اللي هو على الزيرو، لا طبعا يعني كتريلر وايز او كتريلر رياكشن وايز ده احسنهم وافضلهم بكتير فشخ يعني، مفيش اي مقارنه ما بين الافلام التانية. هو لحد دلوقتي انا ما اعرفش ايه اللي نزل بالظبط فور شور 100% اللي هينزل في موسم الاجازه بتاعت العيد بتاعت، انا مش عارف ليه دايما عمال اقول موسم اجازه العيد، مش العيد خلص، موسم اجازه الصيف. ما اعرفش ايه اللي هينزل في موسم اجازه الصيف لحد دلوقتي. هو الاوفيشال الاوفيشال هينزل ده، هينزل خمس جولات وهينزل على الزيرو وهينزل بتاع هنيدي مرق البريمو وتقريبا على ما اعتقد الفيلم اللي اسمه البطه الصفراء. صحيح بخصوص فيلم البطه الصفراء هو نزل له تيزر، بس انا مش هعمل له حلقه بصراحه لان التيزر صغير قوي، التيزر مش عارف تقريبا 14 او 15 ثانيه، فهستنى احسن لما ينزلوا الاوفيشال تريلر وبعد كده هعمل له تريلر رياكشن. الاربع افلام دول فور شور هم هينزلوا تقريبا في شهر اغسطس على ما اعتقد. في فيلم خامس كمان هينزل بس لسه مش عارفين يعني انهي فيلم بالظبط يعني. اتقال ان في ابو نسب بتاع محمد عادل امام وبعد كده قال لك اتاجل مش هينزل في الموسم ده، وما اعرفش بقى ايه اللي ممكن الفيلم الاخير. شماريخ برضو سمعت ان هو اتاجل. في فيلم اسمه وش في وش
اللي هو بتاع محمد ممدوح وامينه خليل، معرفش هل برضه هينزل في الموسم ده ولا لا. فهو في غالبا هينزل بتاع 5-6 افلام في موسم اجازه الصيف يعني، فمعرفش ايه اللي فور شور بس هينزل، بس الاربعه دول كونفيرمد يعني. انا مترقب الفيلم ده جدا على فكره، وفعلا بجد مستني الفيلم ده، عايز اشوفه، وده اكتر فيلم مصري هينزل في الصيف انا فعلا بجد مستنيه، لان فعلا بجد التريلر معمول كويس قوي، وحتى كمان كاخراج واحد اسمه مازن اشرف، احنا ما نعرفش عنه اي حاجه، ده اول تجربه الاخراجيه، فشكله عندي احساس ان هو عامل شغل كويس قوي يعني، حتى كمان الكاست عجبني جدا يعني. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم 5 جولات والتريلر رياكشن بتاعه، واعطينا له نسبه ترقب. ان شاء الله باذن الله اول ما الفيلم هينزل هنتفرج عليه ونعمل له مراجعه. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم 5 جولات. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس بتوعهم في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.